متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في قناه انجت. لا تنسوش ديروا لنا جيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شارع امينه بنت تواب في حي الوفاق. حي الوفاق تبعتوا معنا الاشغال، جيت المحكمه من الاول حتى الاخر. حنا غاديين معكم مرحله مرحله. هنايا عندنا التوسعه ديال هذا الشارع، واي بلاصه ملي كيكون فيها الشارع كيتزاد وتيكبر وكتكون فيه الاناره الا لا فالوريزاسيون ديالو كطلع. التثمين كيولي التثمين كيولي كيطلع، كيولي الثمن كيولي كيتزاد في كل شيء، في الكرا، في البيع، في كل شيء. ضيف من الضيوف مجموعه العمران الرباط سالا قنيطره، اشغال تهيئه شارع امينه بنت تواب حي الوفاق. غنمشي لكم من هنايا حتى للراس، ومن تما كاين نطلع معكم مع السيكتور ونخرجوا من تما كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم العين عتيق. عين عتيق نمشيو نشوفوا العروسه فين شاداها، توحشناها. والامطار راه كاين الامطار. الله هذا ديبو. هذا شو
ديال فريق رضال دائما في الموعد. خليناهم اخر مره كيصوبوا لينا هنا الجارديناج، وخليناهم كيصوبوا لينا هنا هاد الملاعب ديال القرب. اخر فيديو الملاعب ديال القرب صافي شدات بلاصتها، وهاد هي ديال هاد البلاصه كامله كملات. شوف هادشي اللي نقدر نصور لكم هنا في حي المتابعين الاوفياء. خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك ونجد.